الحارس صبري بن حسن سهلة في توقيت لطفي دخلنا دقيقة 12 من هذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين تونس والمغرب. وهذه كرة من سعد بقير والانفراد داخل منطقة الجزاء. يلا سعد، سعد بقير يمرر هذا المرجابي، والهدف الأول لصالح المنتخب التونسي. جميلة جدا من سعد بقير، انفرد داخل منطقة الجزاء، يبعد على سعد آية خرصة. بدر بانون يوزع الكرة في طبق لآدم رجابي، يحط الكرة في شباك المنتخب الأولمبي المغربي. في هذا التوقيت بالضبط 12 دقيقة لعب يفتتح النتيجة، وقت مبكر، وقت ممتاز، وآدم رجابي يحط الكرة ويحل الشباك ويفتتح الشباك ويفتتح النتيجة. كرة بين اثنين عندهم إمكانيات فنية ممتازة رهيبة، سعد بقير وآدم رجابي. إن شاء الله يواصل هكا المنتخب الأولمبي التونسي، إن شاء الله علاش لا مزيد من الأهداف، لأنه المنتخب التونسي للأمانة اللي يسمع فينا على موجات الإذاعة التونسية خلق أكثر من 7 فرص يعني ممكن يكونوا في شباك المنتخب المغربي. اخرها فرصه كان رجعها بدر الدين بن عاشور بيديه، ما ثماش المتابعه كانت من هيثم اللجويني، والان سعد بقير كان ممتاز داخل منطقه الجزاء، مهد الكره في طبق الموجود ادم صحيت. سعد بقير ممتاز، ياسين مرياح في وسط الميدان، ادم رجايبي عنده الكره الان، الوانتو مع هيثم الجويني، يرفع الكره، يلا يا ادم، ادم رجايبي تحرك، ادم جايبي كذلك هيثم الجويني، هو المطالب بالفعل، ضربه جزاء، ضربه جزاء، لحظات جنونيه يعيشها المنتخب الاولمبي التونسي، ضربه جزاء والانذار والورقه الحمراء، انذار ثاني في وجه بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، والانذار الثاني يساوي الحمراء والاقصاء في توقيت مبكر. 14 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني، وإمكانية لتسجيل هدف ثاني بالنسبة للمنتخب الأولمبي التونسي من ضربة جزاء. حط الكرة في ديه الياس الجلاسي، مهاجم الترجي الرياضي التونسي القادم من الملعب التونسي. الياس واللقب متاعه جلاسي عنده الكرة، يحطها في نقطة ضربة الجزاء أمام بدر الدين بن عاشور في تنفيذ ضربة الجزاء في توقيت بالضبط 14 دقيقة لعب من هذا الشوط الثاني. آدم رجابي كان سجل عماد الشوط الأول الكرة الأولى والهدف الأول، خلي لك ضربة الجزاء. ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني التونسي، ضربة جزاء للتأكيد، تأكيد السيطرة الميدانية، الياس جلاسي أمام الكرة وإقصاء المدافع بدر بن نون في 60 دقيقة لعب، 60 دقيقة لعب، ربع ساعة من هذا الشوط الثاني. كما قلت إن شاء الله يتمكن المنتخب الوطني يتمكن في 57 و 60 دقيقة لعب الياس جلاسي في تنفيذ ضربة جزاء، ضربة جزاء تأكيد، ضربة جزاء التأهل إن شاء الله بطبيعة الحال بعد تعديل النتيجة على مستوى الأهداف بين الذهاب والإياب. والياس جلاسي الحكم يعطيه إشارة تنفيذ، ما وخرش برشا الياس جلاسي، الياس جلاسي والحارس يرجع، الحارس يضيع، ما وخرش برشا، ما وخرش برشا الياس جلاسي، يضيع ضربة جزاء في 60 دقيقة لعب، كان ضربة جزاء ترشح، معليش فسخ وعاود. و 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ودائما المنتخب الوطني التونسي يتقدم على المنتخب المغربي. والمتابعة هيثم الجويني جول، والهدف الثاني 2-0 هيثم الجويني، واخيرا زهات لك الايام يا هيثم، هدف ممتاز. المتابعة والاصرار في 18 دقيقة لعب، 63 دقيقة هيثم الجويني، هيجان كبير للمنتخب الوطني التونسي بعد هدف ادم رجابي، الياس الجلاسي ضيع في 60، وهيثم الجويني يضيف الهدف الثاني في 63 دقيقة لعب، هدف الاطمئنان. نفرحوا برشا لهيثم الجويني كما فرحوا له كل زملائه على مقعد الاحتياطيين باعتبار الظروف الصعبة اللي يمر بها سواء مع الترجي او المنتخب الاولمبي. 2-0 لطفي، اكيد توا يلزم المحافظة على هذه النتيجة. لحظات قلت مجنونة للمنتخب الاولمبي التونسي، 57 و60 و63 كانت ممكن تكون 3 اهداف
ضيعها ضربة جزاء لياسر الجلاسي في دقيقة 60، معليش في دقيقة 57، ادم رجابي يفتتح النتيجة. ثم الآن هيثم الجويني، 2-0 لصالح المنتخب الأولمبي التونسي أمام المنتخب الأولمبي المغربي. نتيجة خلينا نمشيو للسنغال، كان السنغال أقل من 23 سنة.